أهلا وسهلا فيك أستاذ فوزي. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. أولا ما بعرف قد حضرتك تابعت تقرير اللي عملته شاشة الأردن اليوم حول الطفلة سدين، وبعده أيضا يعني صار في حراك صحفي وإعلامي، واليوم أو يوم أمس نزلت الزميلة نادين نمري أيضا تقرير بالغد. هل أنت ملم بهذه القضية؟ بالتأكيد. نعم، رأيك من وجهة نظرك، من وجهة نظر حقوقي اليوم، ما هو رأيك في ما حدث تحديدا مع سدين؟ بعدين رح ندخل بملفات حقوق الطفل بشكل عام. أولا أتقدم بالتعازي لذوي المرحومة سدين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان. آمين. من حيث المبدأ، أولا هذه ما حصل مع سدين أعتقد أنها ليست هي معزولة عما يحصل من حالات أخرى وقد لا تصل للآلام. لذلك أقول أن الإنسان له الحق بالحياة. نعم. وعندما نتحدث أن له الحق بالحياة، أي يعني أن يكون عايش ويتمتع بمستوى صحي لائق حتى يكون عضوا فاعلا في المجتمع. نعم. إذن عندما نتحدث عن ما حصل مع المرحومة سدين، بالتأكيد بتقديري أن وفقا للرواية والتقارير التي سمعتها، لا يملك أي طبيب سواء كان مقيما أو أخصائيا أو كان مسؤولا أن يمنع تحويل مريض من مستشفى إلى آخر طالما أن إمكانية العلاج غير متوفرة في هذا المستشفى. نعم. ثم لا يجوز ربط عدم تحويل المريض لأنه معوش عفا، لأنه هذا مش شغله، شغل أهل المريض اللي هم اللي بيقدروا يروحوا لهنا، لكن بضل الأساس وهذه كنا اشتغلنا عليها منذ سنوات. نعم. الحكومات الأردنية المتعاقبة لا زالت للأسف لا تحترم قيمة الإنسان، لا الصحية ولا التعليمية. نعم. لا زالت تنتهك هذه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي أساسها حق المواطن بالحياة. نعم. بالحياة الكريمة المعافى كما قلت من جميع الأمراض. لذلك عندما الحكومة تقوم بذلك هي مقصرة، بالإضافة إلى انتهاكها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية، أيضا هي متواطئة بطريقة غير مباشرة مع القطاع الصحي الخاص، وهذا ينسحب على العام. لا يجوز ربط علاج إنسان حياته مهددة بالفلوس. نعم. يجب إجراء العملية، وكان يجب معالجته فورا، وإجراء العملية كائنا من كانت وتحويلها حتى لو كان هذا المواطن لا يملك فلسا، لأن حياة الإنسان هي أغلى من كل. نعم. شيء، وكما قال جلالة الملك الراحل، المواطن أغلى ما. نعم. نملك، ولكن الحكومات الأردنية المتعاقبة لا قيمة لهذه التوجيهات الملكية التي استمر عليها للأسف. نقدر ما تتحدث به دكتور يعني من ناحية حقوقية وإنسانية أيضا، ولكن يعني مش خافي على أحد أنه الكتار من الأشخاص بيتم أحيانا صدقا يعني وليست بس هيك يعني عبارة مجازية بيموتوا على باب المستشفى لأنه ما عندهم تأمين، ما عندهم تأمين صحي. هلا في معلومة أخرى وصلت لنا، ما بعرف مدى دقتها وصحتها، بس يمكن حضرتك تكون عارف أكثر. يقال أيضا إنه الطبيب اللي بيحول مريض من مشفى إلى آخر بغض النظر عن حالته قد يحاسب أو قد يساءل، إنه ما بيصير يحوله إلى مستشفى آخر إذا ما معاه تأمين طبي أو تأمين صحي أو إعفاء طبي. لا، هذا الحكي مش دقيق. مش دقيق. أبدا. نعم. إذا يعني بيطلع للطبيب إنه يحول مريض دايركتلي مباشرة بمجرد ما إنه يعرف إنه ما له علاج أو ما في أخصائي بيقدر إنه يتعامل أو يتعاطى مع هذه الحالة في المستشفى الأول. طالما شخص الطبيب الحالة المرضية. نعم. ووجد إنه إمكانية العلاج غير قابلة عنده في المستشفى، ويوجب عليه الإنسانية والقانون الطبي وكافة المواثيق الدولية والإنسانية أن يحول هذا المريض مباشرة إلى المستشفى الذي تتوفر فيه مثل هذه الإجراءات الطبية. وحتى لو ما معه تأمين، حتى لو ما معه إعفاء. طبعا مش مفروض. هلا التأمين شو قصد الدكتور بالتأمين؟ نعم، الإعفاء، الإعفاء الطبي. هلا الإعفاء الطبي بيجي بروح للمستشفى الجديد. المستشفى الجديد بقول إنه أجاني هذه الحالة محولة من هذه الحالة، بتقدموا بطلب الإعفاء وتجري إجراءات العلاج وكأن الإعفاء موجود. لا يجوز تأجيل العملية. الناحية الإنسانية، هنا ما أردت أن أقوله في البداية أن حياة الإنسان
اهم من الفلوس. طبعا طبعا هذا الاصل احنا فاهمين عليك، بس احنا كمان يعني عم نحكي بمبرراتهم احيانا او ما سمعناه، انه انا ما بقدر احول هذه الحاله لعدم وجود اعفاء طبي. لا مش دقيقه هاي المعلومه، مش دقيق. طب شو من وجهه نظرك ما الذي يمنع اذا طبيب في تحويل حاله طارئه الى مشفى حكومي اخر؟ اولا ما بنقدر نقول احكي نيابه عن الطبيب، قد يكون هو اعتقد شخص هناك تشخيص خاطئ في البدايات، اعتقد انه هو ممكن يعالج هذه الحاله، لكن بمجرد ما تشخصت بعد الرنين المغناطيسي او السي تي سكان، واللي كان لا يجوز تاجيلها لانه ما فيش معه 50 دينار، لانه عندك مريض، الامور الماليه تختلف عن حياه الانسان حتى وفقا للقانون الاردني. لكن بالتاكيد لازلت اقول ان هذه السدين، المرحوم السدين، هي عباره عن نموذج. آن الاواني الان، وانا من خلال قناتكم اناشد جلاله الملك ان يولي هذه الامور اهميه كبرى بالإعاز الامر الناهي للدوله. نتامل صدقا، نتامل. يعني اكمل بمعنى لا يجوز ربط حياه انسان او العلاج بعدم وجود الفلوس معه في هذا المستشفى، سواء كان مستشفى خاصا او عاما. وكلنا نعلم ان المستشفيات الخاصه، افرض واحد معه حادث سير لا سمح الله وراح لهناك برفضوا علاجه اذا معهوش فلوس كاش وليست غيرها، لا يجوز، لانه هناك شركات تامين ايضا تتولى ذلك طبعا. لذلك نحن بحاجه الى اعاده دراسه لكيفيه التعامل القطاع الصحي وخاصه في المشافي مع المواطنين بشكل عام. وهذه جرس الانذار اللي الان تدق في ذهن الدولة، وكما قال الأستاذ حمادي في مقاله أن المشاكل وعدم الاستقرار كانت تتولد وتأتي وتنفجر من قضايا إنسانية صغيرة. أن الأول أن نحافظ على أمن الأردن واستقراره وحياة المواطن بالحياة الكريمة وتتمتع بالصحة. ودائما بنقول الحكومات الأردنية أنه المواطن لما بقول أنا مريض معناته قدرته على الانتاج في المستقبل بتتزعزع، وبالتالي ستؤثر على عجله الاقتصاد الاردني بشكل عام وليس صحه هذا الفرد. نعم، طب استاذ، هلا في الكثير من الاشخاص اولا ما عندهم اي نوع من انواع المصداقيه او الثقه بلجنه التحقيق، للاسف بحكوا لك يعني لجنه تحقيق كل اعضائها من القطاع الصحي الرسمي يعني لن تنصف هذه الطفله. هلا وصلنا امبارح خبر انه لجنه التحقيق بالفعل، بس ما اجالي مصدر موثوق، بعرفش قديش اذا حضرتك عندك يعني غيرها من المصادر، انه لجنه التحقيق لم تكن لصالح اهل الطفله فيما يتعلق بالاهمال، ولكن قضيه الاعفاءات الطبيه التامين الصحي هذا طبعا كلها حقائق. من وجهه نظرك يعني لايمتى بتضلها كمان لجان تحقيقنا من البيت الداخلي لكل قطاع؟ يعني كيف نقدر نتطور؟ احنا اليوم ليش ما بنقدر نيجي نوقف مع نفسنا وقفه صادقه ونحكي عندنا هون خلل، عندنا مشكله، ونجاهر فيه حتى الاخر تستوعب، انت تستوعب يعني غضب الاخر الموجود؟ يعني ليش هذا النكران دائما؟ يعني ليش دائما المواطن هو المتجني؟ دائما للاسف، لانه عندنا الاجراءات الحكوميه وغيرها انها دائما تريد انه تمنح صورة أو ترسل رسالة أنه أنا ما بخطأ، وهذه خطأ، لأنه في أعظم الدول المتقدمة علميا هناك أخطاء طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا طبعا. لذلك أنا أعتقد للخروج من هذا المأزق نحن بحاجة إلى خطوتين سريعة، أنه لجنة التحقيق هذه لابد الآن من مشاركة الآن منظمات حقوق إنسان أو ناشطين في حقوق الإنسان بلجان التحقيق، ويكون هؤلاء الناشطين لهم خلفية طبية وليس فقط في ذلك. واخر من نواحي قانونيه، هذا اولا. اثنين، لابد الان ان الحكومه الاردنيه انها تشكل لجنه من الاطباء، هذول يكونوا لا يمارسوا المهنه، لجنه دائمه مختلطه، وان لا يكونوا موظفين الحكومه بالتاكيد. ومن ذوي الخبره الطويله حتى يكون هناك ما في حاجه الى انه يكون بده يطلع او انه يشتغل في خارج الاطار، لانه متفرغ من اجل الشكاوى الطبيه بشكل عام. هذه بتقديري احد الخطوات اللي مهمه الان كيف ان على الحكومات الاردنيه ان تباشر فيها. بالتأكيد. وانا بقول ان اللجان هذه يجب عندما تريد ان تنشر تقرير عليها ان تنشر التقرير امام الملأ حتى يتم محاسبه هذا التقرير، واين مصادر القوه او الصدق او الضعف او عدم الدقه في التقارير. لذلك اذا لم ينشر هذا التقرير لا قيمه للجان التحقيق،
وآن الأوان كما قلت حضرتك أننا آن الأوان أن لجان التحقيق التي تتم هي لتبرئة الموظفين أو المسؤولين. نعم. كل إنسان بيخطئ وكلنا معرضين للخطأ، ولكن هناك فرق بين الخطأ المقصود وما بين خطأ غير المقصود. صح. ثم يجب أن تكون التعليمات الواضحة في التحويل، أن تكون مطبوعة في أمام المشافي، في غرفة المرضى، في المراكز الصحية، كيفية أسس التحويل. نعم. هذه من الأسس اللي بتقدير وزارة الصحة أنها لازم أنها تتقدم فيها، وبالتالي أنا أعتقد وأنا ملم على القطاع الصحي بشكل عام عن الخدمات بمعنى الحكومية، وأسمع الكثير من حالات الشكاوي من المواطنين حول التأخير في تقديم الخدمة، قد يكون نتيجة الاكتظاظ، ولكن هذا ليس من مسؤولية المواطن، مسؤولية الوزارة كيف تعمل على حل. صح. هذه المشكلة. بتعرف وليس دكتور المواطن. بتعرف أستاذي، يعني يمكن التقرير اللي احنا عرضناه بشاشة الأردن اليوم تمت مشاركته مئات المرات، وإجا كمان آلاف التعليقات، يعني اللي بتابع التعليقات بيشوف انه تقريبا نسبة عالية جدا من الأشخاص اللي عم تعلق عندها تجارب شخصية شبيهة فيما حدث مع سديم. يعني معناته طب تطلع، يعني هذا اللي بيخلي الواحد يقول يا عمي آن الأوان الواحد يعترف انه في تقصير ونبلش نحل او نفكر بحلول جذرية. يعني هذا انه نحط راسنا مثل النعامة تحت التراب، والله ما عم نروح ولا محل. هذا الحكي بودي لا سمح الله الأردن الى عدم استقرار. اذا استمرت هذه الحال بهذه الطريقة زي النعامة، انا اعتقد انه هناك في خلل كبير في كيفية إدارة شؤون الدولة. نعم بالتأكيد. احنا بدنا نشكر وجودك معنا، ويعني عبر الهاتف كنا نتأمل حضرتك كمان تكون معنا يعني بالاستوديو ان شاء الله في قادم الايام. اهلا وسهلا فيك استاذ فوزي السمهوري، ونتأمل بالفعل انه ما حدا ينسى هذه القضية. يعني في كثير ناس بتقول لك ما هي ذاكرة الشعب الاردني يومين ثلاثة وبتنتسى. يعني احنا اليوم بشاشة الاردن اليوم بالقائمين عليها بكل الاشخاص اللي تواصلنا معهم لهذا الموضوع، احنا عندنا عزيمة واصرار انه هاي القضية مش لازم تدفن بغض النظر. نعم. لازم متابعتها، وليس فقط من قناتكم التي بادرت، وانما من كل وسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم.